السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا على خير وبخير ومرتاحين وفرحانين ونشطين، وان شاء الله هذه الكوليكسيون تعجبكم وتعجب الناس اللي كانوا طلبوا مني قفطنات اللي هما حطاريين في المناسبات اللي احنا حاليا هذه المناسبات كنقتصروا على مناسبات اللي كيكون واحد العدد ديالها قليل. فالصراحه هذه القفطنات كيلاقوا لهذه المناسبات وقفطنات اللي رائعين، واحد الكوليكسيون اللي كلها زوينه في هذا الفيديو ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا قفطنات اللي هما مودرن ولكن مخدومين خدمه نتاع العشق، كيحمقوا واحد كيحنط الاخر. كما غتشوفوا معايا الكاميرا شاده القطن كامل، ولكن الديتاي ديالو غادي نقربوه باش تشوفوا الديتاي ديالو. واحد الشعله وهاد تنبات كله باليد، فريمون قفطان غزال. لا من ناحيه اللون كما كتشوفوا معايا هاد الخضر شحال رائع، لا من ناحيه لاكوب لا تنبات لا الثوب، كله زوين. كما كتشوفوا معايا جهه تنبيته في الصدر وهابط على القفطان كامل. دونك كما كتشوفوا كله منبت هابط هكا، هابط على هاد الخدمه. انا اضطريت انني ندير له المجدل، سينو تقدروا لبسوه حتى بلا مجدل، كيجي زوين، كيجي كيحمق. شوفوا معايا الخدمه شحال زوينه والديتاي شحال جاي فيه كله مخدوم. الوغ بصح قفطان غزال كما كتشوفوا معايا، جايه رشينه حتى الظهر اللي كيحمق الى حتى العروسه الى قمة العروسه. واحد السيده كانت كتقول لي دائما علاش هي مال العروسه ما تقولوش نفيسه، حتى نفيسه بطبيعه الحال تستاهل كل خير، وتستاهلي ديك التمارين اللي كضرب على باش تولد، راه هي الاولانيه قبل. دونك مرحبا والف مرحبا، خليكم معايا في واحد الموديلات اللي كلهم كيحمقوا الوان، واحد كيحنط الاخر. عرفتي كنشد شي لون كنقول واو هذا اللون شحال زوين. دونك مرحبا بكم، خليكم معايا حتى تتم هذا الفيديو، ما تمشيو لعين، خليكم حتى اخر اللون حمقني ما خدامش فرانشمون رائع. وانا كنحمق على الاورانج وسورتو مع هاد البلو جين، جا رائع رائع بزاف. انا بعدا كنت تعرضوني على شي حطيره نجي عندكم هكا، الله يسخر ليكم. راه كما كتشوفوا معايا هذا اخترت انني بلا ما ندير له مجيدي، ولكن حتى بالمجيد الزوين، وكيجي هكايا قصصر ما بين طويل وقصير، زعما ماشي قصير بزاف وماشي طويل، كيجي رويمي. كما كتشوفوا معايا حتى الرشمه روميه بزاف. نقرب باش نوري الديتاي اكثر واكثر باش الناس بصح تشوف عن قرب. كما كتشوفوا معايا شوفوا الديتاي، شو صدر شحال عامر، واحد الرشمه اللي رائعه. شو كي جايه فنه فنه، هذا هي فرانشمون قفطان رائع متميز. والثمن تاع هاد لا فيديو في هاد القفطنات هما 1200 درهم على القفطنات كاملين. كنظن انه الثمن زوين الا كنتي محتاجه انك قفطن تلبسيه نتاع الحطره ونتاع التنتيه اصلا، زعما تكوني متميزه باللباس اللي كيكون مختلف. فكنظن انه الثمن جد مناسب، 1200 درهم قفطان اللي هو زوين، وعلى على لا فيديو كامل. دونك قفطنات اللي الالوان ديالهم مختلفين والوان كلهم زوينين، نتمنى انهم يعجبوكم، وطبيعه الحال توصل داخل المغرب كامل وخارج المغرب كامل، فمرحبا بالجميع. خليكم معايا لاخر الفيديو، وهذا رائع غادي تكونوا متفقين معايا، وخليو لي في لي كومونتير هذا الباش طوب شحال زوين الصراحه. كيجي لجميع الالوان نتاع البشره، كيواتي السمراء كيجيها كيحمق، والبيضه كيجيها زوين، وتبارك الله على كما كنقولوا النساء كاملين زوينات. كاين عندنا شي حاجه اللي كتكون داخل هي اللي كتطغى على الوجه. دونك كما كتشوفوا معايا هذا الباش طوب حتى هو جاي رائع، اختاريت انا ندير هذا المجدل اللي هو قوقر. بيان سور نقدروا نديروا حتى مضمه غادي يجي غزال، نختار نديروا شي واحد مضمه باش نشوفوا كيفاش غادي يجي. صراحه كيجيو كل ما زدنا الحاجه، شوف انا بحال دابا دايره هي هذا الكولي اللي هو خفيف، ولكن كنعطي واحد لافالور للحاجه اكثر. اي حاجه راه كما كنقولوها في المثل الشعبي ديالنا، زين العويد يولي وليد. اي حاجه هي زدناها كنزيدو يخويتم، كنزيدو شي اكسسوار اللي كيكون عادي بالنسبه لنا، ولكن كيضيف للقفطان للجلابه كيضيف لها واحد الجماليه اكثر واكثر. الوغ كما كتشوفوا معايا هذا الباش طوب من طبيعته انه لون اللي هو فخم وراقي في اللبسه ديالو، خرج معاه هاد لاكولور اللي فريمون روعه. ما هو غوز فيشيا ما هو موف، ما بين غوز فيشيا وموف، هو جاي مات جاي مع واحد لابريونس جاي رائع كيحمق، ورشمه فريمون روميه حتى هي هابطه هكايا بهاد الديتاي، جاي الصراحه زوينه. وكما كتشوفوا معايا حتى في العنيق حتى هي كاينه واحد الرشيمه اللي حتى هي روميه. كنتمنى هاد الشكل تكون عجبتكم، خليكم عندكم واحد اللون
حبيتو انا بزاف بزاف. وكما كتشوفوا معايا كنقول لكم هذا اللون رائع 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 بزاف، واختاريت انني ندير معاه المضمه باش تشوفوا ان كما قلت لكم زي العويدي واللي وليد راه شي حويجه بسيطه كترجع راقيه وكترجع زوينه. كما كنقولوا راه لبسنا هي الطالون كيولي شكل مختلف، كتولي جلابه كلاس، لبسنا البلغه كتولي مخزنيه. دونك كما بغينا حنا نشوفوا راسنا في ديك النهاريات كنختاروا حنا نبدلو، وكل مره كنبانو في شكل. بحال دابا الا حليتو نقدر يبان شكل قفطان اخر، غادي يبان رومي كثر، لا نديرو المضمه غادي يعطيني شكل اللي هو بلدي، لا نبسلو بلغه غادي نجي كما كنقولوا مخزنيه في اللبسه ديالي. دونك على حسب حتى هي الشعر وهذا كيبدلنا بزاف نتاع الحوايج. دونك مرحبا بكم، قبلوا عليا كما كتشوفوا على التعابير ديالو على وجهه النظر ديالي. كلكم كما كنقولوا مفهوميه وكلكم غزالات، واحد الدعم زوين في لي كومونتير كتخليوهم ليا، واحد المحبه اللي بصح دعم وفخر ليا. كنقول لكم حتى انا كنبغيكم بزاف بزاف، لهلا يخطي عليا الناس الزوينين اللي قلبهم حنين بحالكم. دونك مرحبا بكم مره اخرى في هذا اللاكولاغ اللي قلت لكم الزوينه، هو واحد الموف اللي الصراحه كيحمق. شوفوا معايا حتى هاد التنبيته لي كولاغ اللي داخلين فيها فريمون رائعين بواحد الدرجه، فنا 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 بزاف. وكتشوفوا هاد التنبيته قفطان عامر، والجميل فيه هو ثمنه اللي زوين الصراحه 1200 درهم. والله العظيم زعما ما غنحلف شيء، زعما كان كما كيقول على رزقي، ولكن بصح ثمن زوين، خدمه زوينه، ثوب زوين. وكما كتشوفوا معايا هاد القفطان جاي هكا بهذا الشكل اللي هو طويل، فوالا شوفوا الكلوش اللي كاين هنا لتحت. ولكن نقول لكم انا راه في الطول ديالي 1.72 متر، دونك انا طويله شويش. دونك الا لبست الطوله راه كتجي زعما كاين كتجي هابطه، حيت كاينكم بزاف الناس اللي كيختاروا بانهم كيختاروا بحال هذا القفطان وكتكون قصيره، سكيفي راه كيجيك طويل عاوتاني بزاف. نوريكم هي بحالاش، حيت راه كنديروا بحساب الطوالات وحساب القصارات. دونك بحال هكا كما كتشوفوا معايا، هانت بحال دابا هذه السيده اللي كدير 1.60 متر في الطوله، 1.58 متر في الطوله، حتى 1.64 متر في الطوله، بركه عليها بحال هذا القياس غايجيها زوين. هانتوما كتشوفوا معايا الا حطيتو فين غايجيني، غايجيني بحال هكا. ولكن الا لبسات بحال هكا غادي يجيها. دونك هاد الطوله خصها السيده اللي فيها 1.72 متر حتى 1.76 متر حتى 1.78 متر باش تلبس بحال هاد الطوله. دونك زعما كنقول الا كانت شي وحده اللي قصيره بحال هكا، انتم بحال دابا هذا السيده اللي قصر ملي كتعطيني الطوله ديالك كتقول لي فوالا انا فيها 1.56 متر، دونك هاد الطوله بركه غادي تجيك زوينه. 1.60 متر هاد الطوله اللي غادي تجيك، 1.70 متر بحال هاد الطوله. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوني، حيت بزاف نتاع الناس اللي كتاخذ شي جلابه لبستها انا وكتقول لك فوالا راه جاتني قصيره ولا جاتني طويله، كتكون هي ممكن تكون انها طول مني ولا كنت قصيره عليا، دونك كتبقى ديك البارمه اللي كنلعبوا بها. دونك نتمنى يعجبكم هاد القفاط من الدور باش تشوفوا حتى الشيماء اللي كاين حتى هي في الظهر كتبان كاطوي. دونك هادشي اللي عندي، ما كنحاول انني زعما نبين الصوره اكثر واكثر وما نخبي حتى شي حاجه، وغنوريكم حيت راه بصح كل مره كنجلس وكنقول هاد اللون واقيلا حسن. دونك غادي نمشيو للوينات اخرين اللي بصح متميزين. نتمنى هاد الفيديو يكون عجبكم ونال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. ومره اخرى كنرجع لكم في اللون اللي زوين، هاتي هذا عندكم محبات بزاف، المحبات ديال هاد الالوان اللي كنبغيو حتى انا، كيكونوا واحد الشخصيات اللي كنكونوا فرحانات الحمد لله ربي كما كنقولوا كيفرجها عليهم من عنده. كيكونوا كيبغيو الحياه، كيبغيو الالوان اللي مفرحه كما كتشوفوا معايا اورانج، وشوف الالوان اللي داخله فيهم شحال زوينه، واحد الفاغ واحد الموف اللي قلت لكم ما بين موف فيشيا، فرانشمون بصح تنبيته رائعه، تنبيته زوينه بيان سور لا فينيسيون مخموشه فيها، توب زوين، لا كوب كتحمق. وشوف راه ما كنقول لكم الشكار راسه منين داز، ولكن كنحاول انني نقرب الصوره كثر وكثر، كنقول نهضر على القطان. الوغ كما كتشوفوا معايا شوفوا حتى الظهير كما كتشوفوا هاد القفاطن كيجي بهاد الطوله اللي هي موين. دونك راه حنا كنبقاو على حساب الاختيارات ديالنا، درت لهم ضيمه راه واخا حتى هكا كيجي حلو كما كتشوفوا معايا، شحال كيجي حلو كيجي غزال بالضيمه. يمكن نديرو لهم جيد، يمكن نلبسو حتى بلاش كيجي رائع، فيه حتى واحد اللوين هنا داخل، حيت بزاف الناس اللي كيبغيو بحال هاد الالوان هنا كما كتشوفوا معايا داخل بالغوز وبالصفر، واللون تاع هذا بالخضر وبالغوز. دونك هو نفس الرشمه، هي الالوان اللي داخله على هادو زوينين، حيت بزاف اللي ما كيبغيش اي مثلا ما كيبغيش الخضر معاه، ما كيبغيش اي كيبغي الصفر. دونك درنا فيهم جوج اللوينات على حسب باش نرضيكم، وحيت زادت راه شوف راه كنبارطاجيو المحبه بيناتنا، الله يلاقينا في شي ساعه بالخير يا ربي
ونتلاقاو في شي حفله اللي تكون كبيره ونتجمعوا ونشطوا ونفرحوا وجعل يمناتنا كلها خير ان شاء الله. خليكم معايا نديكم نوريكم قفطنات اخرين اللي هما بصح كلهم تميزين. او الكرونه اللي كيحمق كوثر مول الكاميرا كتقول لي كتقول لي الكرونه زوين وحفظه. شنو اللون ديال الكرونه؟ شنو هو؟ الجريئات الجريئات والقويات. كترجع الدروس ديالها. دونك كما كتشوفوا معايا هذا الكرونا هو بحال الموديل الاولاني اللي صورت لكم في الخضر. بصح هذا الموديل رائع رائع بزاف. انا دابا بصراحه كيبان لي انه ما كيبقاش الثوب النبات اللي فيه. واحد الشكل اللي فيه الخدمه رائع وزوين والله العظيم. هادو حتى اللي مقبلين على خطوبة ان شاء الله ولا مقبلين على افراح ومسرات يلاقي لكم هاد القفاطن. هاد التشكيله كلها رائعه وجميل وكنأكد عليه ان الثمن ديالو 1200 درهم والله الا لقفتنا زوين. كما كتشوفوا معايا راه حتى اللي دايره الفولار تقدر تطلق كلماتها كيجيو زوينين. انا راكم اختكم كما كتشوفوا ولا خالتكم حادقه داكشي علاش باش كان ديما كنهز كلماتي وكنشمر عليهم وكنفش كرشي باش تدخل حيت راه الهام محمد رسول الله. كنتغداو شويه اول حاجه ما كتخرجش ديال الكرش. دونك كما كتشوفوا معايا قفطن رائع وزوين وكما كتشوفوا الطوله وكنأكد على ان الطوله كتبقى على حسب الا كنتي طويله نتعيط لنا علمنا قلنا انا طويله ومجرده ولكن انت مربوعه القد قلنا انا مربوعه القد. دونك كما كنقولوا باش نجيبوا العبارات هما هذوك. كما كتشوفوا معايا حتى في العنيق كاين هذا الرشيمه. اسمحي لي هذا الرشيمه حتى هي زوينه. وهنا هاد الخدمه هاد الديتاي نتاع الخدمه شوفوا معايا بصح الديتاي نتاع الخدمه متقونه بزاف. راه عرفتي كل وحده مضروبه بليبره بغرزه عرفتي هاد الديتاي زعما كله حبه بحبه. راه باش عرفوا داك العقاق اللي كيكون مهرس راه حبيبه بحبيبه امبوسيبل زعما كان يجي ويدردر هكا يا حبه بحبه. مخدوم بواحد الاتقان وواحد الجماليه اللي كنظن انه القفطان كيهضر على راسه. دونك مرحبا بكم وصحتكم. كما كنقولوا حتى اللي مشرى يتنزه وحتى اللي عجبها القفطن وكانت كتنبت بيديها ولا عندها صاحبتها ولا الخياطه ديالها اللي كتثق فيها وتقدر تقلها القفطان تسكريني الموديل وبالصحه والراحه. واللي كتبغي تسول على شي حاجه افيك كون بليزير مرحبا والف مرحبا. كما كتشوفوا معايا شوف الطوله راه حتى لبستو انا لابسه مع واحد دومي طالون حتى لبستو مع بليغه غادي يجي طول طول و طول اللي ما تديوش عليا راني كنبدا نهضر وكنبقاو كما كنقولوا كيتعسل لي اللسان ديالي وحريف كيبقى يلصق في حريف. حتى كنقول لكم كنبغيكم خليكم معايا في قطن اخر رائع رائع. هاد القطن جايه برانسيس بامتياز بامتياز. كما كتشوفوا معايا شوف الفوليوم اللي فيه شحال غزال. راه كلهم هكايا راه كلهم فيهم هاد الكلوش اللي من تحت كما كتشوفوا معايا شحال رائع. فرونشمون كيحمق قطن غزال. راه نقدروا نديروا له مضمه غيجي زوين. انا هي بغيت نلبسو باش تشوفوا زعما حتى الوسعيه كيفاش كيجي. راه بيان سور كاين حتى اللي قصير شويه كاين اللي هكايا طويل على حسب كل وحده وعلى حسب المناسبه اللي بغات تلبسو. دونك كما كتشوفوا معايا جاي بالذهبي والاورانج. الصراحه قطن كيحمق رائع فيه في الظهر وكما كتشوفوا مخوه وهمه وشعر. الصراحه البيض كيبقى زعما شي حاجه اللي راقيه وزوينه. كنتمنى هاد القطان يكون عجبكم. غنمشي لواحد القفطمات اللي حتى هما رائعين وزوينين خليكم معايا. كنرجع للبلوغوا اللي حتى هو عنده المحبين ديالو الكثارين. البلوغوا كيبقى صراحه زوين وكيجي في وسط الضواوات والحفله وداك الشيء كيجي رائع وكيجي زوين. كما كتشوفوا معايا جاي بالدوغي وجاي بهاد الفلوك اللي داخلين هنايا بالفيشيا وته جا صراحه رائع. نقربوا باش نبينوا الديتاي نتاع الخدمه اكثر واكثر كما كتشوفوا معايا. دونك هو قفطان كيحمق. شوفوا معايا على الرشمه شحال غزاله شحال غزاله فرونشمون. وكنقرب وكنأكد على ان هذا الشيء كله باليد. هاد الخدمه كلها باليد تنبيته على حقها وطريقها. الصراحه كياخذ الوقت بزاف باش تطلع هاد التقنيه وهاد لافينيسيون وخدمه باليد ديال الققيه كتاخذ الوقت ولكن تستاهلوا كل خير. دونك كما كتشوفوا معايا شوفوا حتى الظهير كيجي الصراحه قفط اللي كيحمق في اللبسه ديالو في الحركه ديالو في الشكل ديالو. دونك نرجعوا لواحد اللوينات بصح عشاقه. خليكم معايا الثمن كنأكد عليها انه الثمن ديال هاد القفطمات كاملين 1200 درهم. توصيل داخل المغرب 50 درهم مع لا ليفريزون تيز. لا تحيه كبيره ليهم اللي الصراحه ولات كدير واحد السيرفيس لي زوين في النهار كتوصل زعما لغد ليه. اون فوا كتصيفطوا لنا الفيرسمون ولا كتصيفطوا لنا
تتكونفيرميو معنا لا كوموند ديالكم كتوصلكم في 24 ساعة، وخارج المغرب كنصيفطو مع الدي اش ال اللي حتى هي واحد السرعة اللي الصراحة زوينة. عطيه لواحد تصور انت كتعيشي في هولندا ولا كتعيشي في فرنسا ولا كتعيشي في المهم حتى في امريكان، ولا قلت لي كتلقاي عندك حويجات كرا شي حاجة اللي زوينة الصراحة. تحية للجالية المغربية كاملة، تحية للناس اللي متبعينا والناس الزوينين والناس اللي كما كنقولوا ابوني عندنا، راكم عائلة ما بقيتوش شي ابوني وصافي عائلة، احنا الحمد لله بكم صحابات واهل. وكنبغيكم بزاف بزاف بقدر المحبة ديالكم، وكنقول للناس اللي مازال ما تابوناش معليش شي خليك معنا حتى انتيا صاحبة وحبيبة وعائلة، دخلي تابوني باش نكبروا نوليو فاميلا كبيرة. دونك خليونا في فقط ما تخرج. شكرا باردون زعما شكرا على كلامكم الزوين الزوين اللي كتخليو لي في لي كومونتير وكتقولوا لي. ديك المره فاش قلت لكم فاش كنت قلتها مع كوثر واش عارفين المثل اللي كيقول اللي ما وات العكري يندب بكري، وكانوا خلاو الناس بزاف لي كومونتير على الحمر واتاك وداكشي. شكرا لكم بزاف شكرا. راه بصهره نتوما راه شي حاجه اللي كبيره وبزاف بزاف، راه الكلام الطيب كيجيني شال القلب والكلام الخايب حتى هو كيجي القلب كيضغط، ولكن الكلام الزوين كيسبق وكيخلي انا بصراحه واحد كنقولها وكنعاود كنفتخر به. الله يحفظكم ويجيكم كما كتشوفوا معايا الاحمر، ولكن الداخل فيه واحد المخضر، واحد المخضر كيحمق كيحمق باش كنقول لكم هذا المخضر، ولكن انه باين ياك باين واحد الخضر ماشي زيتي ماشي داك خضر ملكي، واحد المخضر اللي ضاوي فرحان خضر فرحان. جمعه مواتي شوفوا الرشمه شحال رائعه فرانشمون قفطان كيحمق، شوف الخدمه اللي فيه شوف الرشمه كتحمق لوحه بصح شوف كلهم رشمات واحد كيحنط الاخر كما كتشوفوا معايا. حتى هو راه نقدروا نديروا لهم ضيمان نقدروا نديروا لهم جدل، ولكن كنختار انني نلبس زعما حتى هكايا وهكا وهكا، درت المجدود درت المضمه كنقول حتى نلبسوا حتى هكايا محمل باش تشوفوا زعما وكاين لي طاي من الميديون حتى للدبل اكس لارج. دونك باردون حيت جاتني هذه الحبه راه حتى ملي كنبقى هذا كينشف لي الحلق ديالي، وكثرت هذا الشيء اللي ولينا كنشوفوا الناس الصراحه كيمرضوا بزاف. ودعواتكم دعواتكم لواحد صديقة عزيزة عليا مريضة حتى هي دابا بهاد الكوفيد، دعيو معاها ربي يشافيها حيت خاطري زعما بصح ضرني مجيت الله يشافيك الحبيبة ديالي ويشافي كل مريض وكل واحد عيان بزاف نتاع العيان اللي دابا لا اله الا الله محمد رسول الله والله كيتلاح علينا هاد الشيء. الله يلطف نرجعو نعمو الموضوع ديالنا ودعيو مع صحتي والشفاء العاجل ان شاء الله يا ربي. وقفات مصطلحة متهنيت جاي تفر كل وقفات ما جايين حتى في الظهير وجايين هنايا في السدير صراحه زوينين بزاف، وثمنهم 1200 درهم والتوصيل داخل المغرب 50 درهم خارج المغرب على حسب. ونذكر بالاورو حيت كانوا بزاف نتاع الناس اللي من الجاليه ولا الناس اللي كتعيش برا ولا ماشي مغاربه ما كيعرفوش شي الدرهم كياكدوا ليا باش نقول بالاورو. الصراحه فاش كنت قلت بالاورو كلشي كان كيقول ليا مزيان حيت سهلتي علينا اننا نبقاو ندخلوا وعاد نحسبوا شحال غادي تجيب الدرهم. دونك الثمن ديالهم هو 120 اورو الثمن تاع الناس اللي زعما ماشي مغاربه وما كيعرفوش شي زعما بالعمله نتاع الدرهم 120 اورو و1200 درهم بالمغربيه. دونك مرحبا بكم خليكم معايا امشي واحد البيج قبيله صورتو في هذا في الغوز وهذا في الاورانج كنظن بلا ما نلبسو حيت هذا بالاورانج عجبني جا غزال. انا لبست قبيله هذا اللي جايب هذا الفوشيا صراحه راكم شفتوه كيجي كيحمق، ولكن جاب الاورانج عاوتاني مع هذا البيج كيحمق. داكشي علاش قلت غنصور لكم بلا ما نلبسو نضيع الوقت بزاف. غادي نمشي اللون اخر اللي بقى لنا هو الكحل لبسو خلاته ليا دائما راكم عارفين في عينها كتخلي اللون اللي كيعجبها هو الاخراني وعجبها هذا النهار يطيح من الاعجاب ديالها الكحل خلات لنا الكحل. قلت بلا ما نلبس هذا الباج حيت بصح حتى هو رائع واختارت انني نصور البس لكم الكحل اللي هو اخر موديل كنتمنى ان هذه التشكيله تكون عجبتكم. خليكم معايا وهذا هو الكحل هذا محبوب الجميع الكحل بدون منافس زعما كان واخا كان عيا ونحماقو في الالوان طلعوا نهبطوا كيبقى بدون منافس هذا اللون. دونك الكحل كما كتشوفوا معايا لبستو ولا اختاريت انا شوف انا لابسين شويه نتاع الطانو كنبقى بوحدي تنعوج. دونك كما تشوفوا معايا لبستو مع واحد المضمه وراه حتى بلا مضمه كيجي رائع ونقدروا نلبسو مع مجدد المهم على حسب المناسبه اللي عندنا. كما كتشوفوا معايا شوف هاد الرشمه شحال رائعه حلوه روميه وكما قالت كوثر قبيلات ولا كنقولوا دائما
طابلو بالتشكيله اللي حاط لهاد الالوان وهاد الديتاي نتاع هاد الخدمه. عطا الله الصحه النباته وكلشي ليكيب اللي خدامه معايا الصراحه، وكنتعاونوا بعضياتنا باش نحطوا تشكيله اللي زوينه وتعجبكم. كنقول لكم من هنايا قول لهم شكرا، ولا شكروهم معايا شكروهم معايا، حيت بصح كنا كنديروا واحد المجهود ان نخرجوا بواحد النتيجه اللي كنتمنى انها تعجبكم. كما كتشوفوا معايا هذا القفط حتى هو نوريكم حتى هو الظهير ديالو، راه كما قلت لكم كيجي حطاري وكيوقفك في حطيره اللي بصح، وغنوريكم حتى الكلوش ديالو شحال الكلوش كيجي رائع. كيجي حطاري وكتلبسي قفطان مخوى وزوين ولاكوب وكلشي، والخدمه الديطاي نتاع الخدمه كلشي تنباتها كله باليد كما كتشوفوا معايا الديطاي. شفت تنبات كله هابط باليد، ها لي بلي من هنا هاد لي فرونس، هنايا كاين لاستيك اللي كيخلينا اننا نجمعوا كميمات ديالنا باش يجيو بوفون، نقدروا نضبطوهم الا بغيناهم يجيو زعما كنهابن على حسب السيده اللي كانت كدير الفولاد ديالها. كما كتشوفوا معايا العنيقات جايين مجموعين كيجيو مستورين، نقدروا نستغناو على هادشي راه ماشي بالضروره اننا نلبسو نلبسو السلسله ديالنا ولا الفولار اللي كنديروها. المهم هنا كنقولوا هادشي كما قلت لكم قبيله زين العويدي والوليد، تحيه للناس الزوينين كنبغيكم بزاف بزاف. وفي اخر الكلام ديالي كنعاود نكرر ان الثمن ديالهم هو 1200 درهم هو 120 اورو، دونك مرحبا بكم والف مرحبا، كنبغيكم بزاف بزاف. ما تنساوش اللي عجبها الفيديو تبارطاجيه مع الناس اللي عزازين عليها وصحاباتها والحباب ديالها. السلام عليكم.